شركة تعليمية بنوفر أساليب تعليم إلكترونية للطلاب وللمعلمين. اليوم إحنا كتير مبسوطين هون في جس، زي ما أنتم شايفين كتير في طلاب إجوا على البوث تبعنا أكتر من البوث الثاني، لأنه عندنا خبرة بالفي آر بالفيرتشوال رياليتي. بتاخذ الطالب على المريخ، بتعمل اكسبلوريشن بالمريخ، في عندنا لاب بنيناه في مارس الطالب بيقدر يعمل فيه اكسبيرمنتس، فعشان هيك اللاينز طويله اليوم وير فيري هابي اباوت ذات. التجربه اللي لعبتها او اللي جربتها كانت حلوه جدا. اعتبرت اني كنت على مارس، كنت اتحرك على مارس، وكانت في كواكب حوالي، كنت أطالع حوالي، ويعني كان في الصدق. هلا هي يعني احنا اخترنا اليوم المريخ، بس كل درس علوم بنعمله بيكون هيك نظام متكامل. بيبدا الطالب يتعلم على الكمبيوتر الفاكتس والفاونديشنال نوليدج، بعدين بنعطيه نشاطات تفاعليه برضو على الكمبيوتر زي العاب الكترونيه جيمز، بتعطي الطالب فيدباك سريع على هو ايش عم بيشتغل ايش عم بتعلم، وبعد هيك بنحطه بالفيرتشوال رياليتي، بيصير هو العالم الفضاء اللي عم بيعمل اشياء على المريخ، و يعني بنعملها كلها جيمفايد على اساس هو يكون حاسس انه عم بتبارى مع الطلاب الثانيين، ففيها زي حس منافسه. بنحفز الطالب انه يصير هو مبسوط انه يكون جزء من هاي الخبره. اجى عندنا طالب اليوم قال لي انا ما رح اروح لحتى اعمل الخبره 4 مرات، لانه هو عنده اعلى علامه، فبده يضل يعمل الخبره لحتى يتاكد انه ما حدا ثاني يغلبه اليوم، بده هو يروح فايز. فهلا لما سالته ليه بدك ترجع؟ قال لي لانه عم بتعلم عن مارس، وعم بتعلم عن مارس بطريقه كثير فن. هادي منه الكلام، فيعني هذا بالنسبة لنا هذا هو النجاح. اليوم من خلال صعودي إلى كوكب المريخ اكتشفت عدة أشياء، ومنها الأشياء اللي تطاير أو المواد اللي تطاير في السماء. كانت سرعة المركبة 400,000 كم في الساعة. جدني أول صدمة أنها كانت تخوف، يعني المركبة كانت وايد تهتز. هذه أول تجربة لي، وكانت طريقة جدا مبتكرة وتفاعلية. إن شاء الله يعني يتيحون الفرصة لعدد من الطلاب اللجوء إليها. اليوم صرنا دشيت هني البي آر، صرنا نفس مارس، نفس كوكب مارس. كان شيء خوف، لأن تحسين إنه صدق، وإن تحسين بطيحين ومغامرات، كنت يفرح وشي استانست. انا حبيت اتعلم بهالطريقه اكثر، لان احسها شيء واقع ملموس اروم احس فيه.